وطلب مني أبقى بالمكتب للساعة 8 أو 9 بالليل أشتغل شغل إضافي بلا مقابل. أحياناً كنت أضطر أشتغل بأيام جمعة أو سبت وما سجلني بالضمان الاجتماعي، فاضطريت أترك بالنهاية. أول ما اشتغلت بقسم الموارد البشرية في فترة تجربة 3 شهور. أول ما خلصت فترة التجربة بعديها بأسبوع طلبوا مني أشتغل على الريسبشن بدون مدة محددة مع مهامي بالموارد البشرية. طبعاً أنا لأنه كنت مشتغلة جديد وخايفة أخسر شغلي اضطريت أني أقبل وصرت أتحاسب عن أي تقصير بالوظيفتين. بيّنت أني رافضة وعلى أثره صاروا يعملوا مواقف عشان أترك الشغل بطريقة لحالي أقدم استقالتي، وهذا اللي تم. ظروف العمل هذه يعيشها كثيرون في الدول العربية، ومؤخراً تناولت الصحف المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي حادثة انتحار أحد موظفي الشركات بسبب ما قيل إنه ضغط تعرض له من قبل مديره، ما دفع وزارة القوى العاملة في مصر لطرح مشروع قانون في البرلمان يحدد تعريف السخرة في بيئة العمل بمعناها الحديث وآليات مكافحتها، وذلك بعد سنوات من الحوارات التي تضم المجتمع المدني ومتخصصين جامعيين ومواطنين متضررين لنقاش الأذى الذي يعانيه الفرد في العمل بما في ذلك الأذى النفسي. مشروع القانون عرف السخرة بأنها كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض إرادته. طبقا للاتفاقيات الدولية اللي منظمة العمل الدولية أقرتها زي اتفاقية 29 لسنة 1930، التعريف متطابق. إلى أين يمكن أن يلجأ من لديه شكوى من ممارسة السخرة ضده حسب القانون؟ القانون من ضمن النقاط الإيجابية جدا فيه أنه هو أنشأ المحاكم العمالية وجعل هذه المحاكم تختص دون غيرها من المحاكم بالبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل في مصر. أي عامل أو أي موظف يرتقي أنه يمارس ضده من إدارة الشركة أو الكيان الذي يعمل به ما يعنون أنه سخرة يستطيع أن يلجأ إلى هذه المحاكم. ووقعت دول عربية من ضمنها مصر والأردن ولبنان وسوريا ودول الخليج عدة اتفاقيات مع منظمة العمل الدولية بعد انضمامها إليها، وكان أولها العراق عام 1932. لكن رغم توقيع هذه الاتفاقيات تبقى مسألة تعريف السخرة ضبابية والثغرات التي يمكن للمؤسسات استغلالها قائمة، وكذا مدى استعداد الموظف العربي للمخاطرة بعمله في حال رفع شكواه للجهات المختصة. لما الخاير، BBC.